سلام البنات، مرحبا بكم في القناة شهيوات الحاجة رشيدة. هاد التحلية غنديرها لكم بالحليب وبالديسير اللي كاين دابا موجود، الكاكي اللي كاين. صراحة غنحتاجو إطر ديال الحليب، لتر ديال الحليب اللي غنحتاجو، وثلاثة المعالق ديال السنيدة. وبالنسبة للناس اللي ما تيبغوش الحلاوة يديروا معلقة يعني، وثلاثة المعالقات ديال كريم باتيسي ديال الفاني. ها هي الشاصي الباكية ديالها اللي غنحتاجو في النص التحتاني ديال التحليه ديالنا. غنديرو ثلاثه المعالق ديال السنيده في الحليب بارد، وعاد باش غنديرو على البوطه، يعني ضروري هاد المرحله هي الاولى. بالنسبه للسنيده تنأكد الناس اللي ما تيبغوش الحلاوه يديرو غير معلقه ولا نص ولا جوج معلقات على حساب. هنا ثلاثه المعالق ديال الكريم باتيسيه، خاطر ما غنديرو لا فاني لا فلو لا حتى حاجه الا الكريمه، هي باش غنجمعو بها القوام ديالنا، وغتجي كريمه ملمس زوينه الصراحه. تحليه غتقولوا لي التحليه وفي هذا البرد، ولكن كاين هذا الديسير دائما تناكلوه عصير ولا ما يعني غير مقطع، قلت نشارك معكم كتحليه الصراحه تيجي زوين. دابا غنحطو على البوطه يطيب وغادي يتقال لينا، وغتشوفوا الشكل ديالو فاللي غيتقال. تنبقاو نحركو على البوطه ناقصه، ما تكونش مجهده وراس صغير. من بعد اللي طابت لينا شو تيغلى وتيولي عندنا ثقيله، ولكن في نفس الوقت بقى عندنا خفيفه باش نكبوها كسائله. هانتوما غتشوفوا معايا القوام ديالها، يعني ماشي تقلوها بحال شكل الكريمه اللي غنزينوا بها الحلوى، خاطر الكريمه ديال الباتيسي يعني فيها بزاف المراحل اللي تتجمع لينا هذا الخليط ديالنا اللي كان على البوطه فات الوقت ديالو في الطياب. تنكبوها بحال هكا شوفوا، وغادا نخليوها برا تيبرد، وعاد باش ندخلوهم الثلاجه يعني عاد باش نديرو الطبقه الثانيه. ها هما كبيتهم، دابا غنخليهم يبردوا برا، وعاد باش ندخلهم الثلاجه تيبردوا مزيان، وعاد باش نصايبو في التحليه الثانيه. بالنسبه للتحليه الثانيه كاين فيها ثلاثه جوج معالق تاع السنيده، ولكن الا بغيتوها من الاحسن بلا ما ديروها، انا ما عجبتني شويه حلوه بزاف. وكريم باتيس حتى هي ثلاثه المعالق، وكاس تاع الليمون يعني معصور ليمون اي ليمون. انا درت ماندالين خدت كاين الوقت ديالها، وجوج حبات ديال الكاكي منقين ومقطعين طريفات، يعني هذه هي الطبقه الثانيه. السنيده انا درت جوج معلقات على حساب ولادي بغوا الحلاوه، ولكن من الاحسن الناس اللي متي كبار ولا اللي ما تيبغوش الحاجه في المذاق ديالها كديسير، من الاحسن بلا ما يديروا السنيده او يديروا غير معلقه واحده. غنطحنوا انا هنايا ما طحنتوش في الكاس ديال العصير، بغيتو باش يبقى ليا ثقيل يعني خاطر يعني ما غادا نهرس غير هذيك الحبه، وتتبقى عندنا يعني الكريمه ديالنا خاطره، يعني داك الجيل اللي تنحسو به حرش يعني في الماكله، ماشي بحال شكل الحليب. يعني طحنتي غير هرس داك الحبه اللي ما خاصهاش تبقاو ليا، صافي لا كتيبان ليكم صافي. وتنديرو حتى هو في الكاسرونه حتى هو على النار غيطيب. غندير حتى هويا قلنا جوج معالق تاع السنيده اللي درت، ولكن من الاحسن ديروا معلقه وحده لكان ليمون حامض. كان عندكم ليمون حلو ما ديروش كاع السنيده في هذه الوصفه، انا درتها يعني جاتني حلوه شويه ما عجبتنيش بزاف في الحلاوه، قلت من الاحسن تكون طبيعيه، ولكن الدراري الصغار تيعجبهم الحلاوه، غير الناس اللي كانوا غيستعملوها كبار من الاحسن ما يديروش الحلاوه بزاف. حتى هنايا ثلاثه المعالق ديال الكريم باتيسي نفس المقادير ديال الليتر، خاطر هنايا ما عندناش فلوغ، وهذا النوع ديال الكريمات ديال التحليه اللي تيكون فيهم الديسير تيشدوا لينا شويه، ما تيبغوش يعقدوا دغيا. يعني علاش درت كريم باتيسي وخا نفس القوام، ولكن عندي هنايا السائل قليل على الحليب. حتى هي تنحرك مزيان وتنحطها على البوطه، تنبقى نحرك فيها حتى تتعقد ديالنا تتولي تجالب، يعني تبدا يبانوا لينا واحد الفقاعات. صافي راه الكريمه ديالنا وجدات، ونقصوا البوطه ما نجهدوهاش، ودائما مع التحريك المستمر تنبقاو بحال هكا تنحركو على البوطه. ولكن قبل تتنحرك هنايا تتندمج ليا، لان درت الخليط انا ثقيل يعني باش يدخل ليا داك الكريمه باتيسي تدوب. تنبقى دايره على البوطه كما تلاحظوا، البوطه ناقصها يعني صغيره الراس، وتنبقى نحرك صافي لي. والكريم شوك تتحسوا بها خاطره تتهز ليا في الطراب بحال هكايا، بغيتها تبقى هكا ثقيله تتجي بنينه الصراحه. والكاكي موجود هاد الوقيته يعني الناس يستعملوه، يعني واخا كاين البرد ما نغيرو. دابا المهم ها هو بدا يسخن ليا تيتجالب، شو كيختار. دابا غنحيدو على البوطه باش نزيدو فوق الكيسان، فوق الكيسان اللي بردو ليا. اما من بعد ما بردت ليا التحليه الاولى غنزيد بحال هكا السائل الفوقاني غير بشويه مغيرفه،
يعني نكبو تنكمل. ها هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما برد، صراحة زوين ولاصق جامد يعني. كريمة ديالو مازال انايا هخرجهم شوية بكري باش نكمل الفيديو. ومرحبا بكم في القناة ودعمونا، ونتمنى تكبر بكم هاد القناة وتعجبكم. الصراحة جا زوين وشكر جا كريمي، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة. مرحبا بكم.